تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس وبشكل سنوي في معرض الجواهر العربية 2019، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته 28، حيث يتركز دور الوزارة في الرقابة على العارضين ومدى التزامهم بتطبيق الشروط الخاصة بتنظيم المعرض والتحقق من مدى مطابقة المعروضات للاشتراطات الخاصة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في مملكة البحرين. خدمة مجانية تقدم لزوار معرض الجواهر العربية ساهمت بشكل كبير في منحه نوعا من التميز، وذلك من خلال منحهم شهادة تتضمن وصف المنتج وجودته. يستفيد منها كافة الراغبين بإجراء المزيد من التعاملات التجارية على هامش المعرض. اللي هو مشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الرقابة على المعارض، يعني هذه من سنوات قديمة، يعني فاقت ال 15 سنة حاليا. يعني تقوم الإدارة بدور فعال، إدارة الفحص والمقاييس، من خلال الرقابة على المنتجات المعروضة في هذا المعرض، التأكد من عدم تداول اللؤلؤ المزروع، التأكد من ذكر تفاصيل البضاعة المباعة في الأرصدة، توعية المستهلكين. من خلال معرض الجواهر العربية، حيث هي الدولة الوحيدة اللي توفر خدمة حكومية داخل المعرض، بحيث ان المستهلك ما يحتاج انه هو يطلع خارج المعرض للتأكد من مجوهراته او من الذهب اللي هو راح يشتريه. دور لافت تقوم به الإدارة في المعرض من خلال اختيار عينة من العارضين المشاركين وفحصها للتحقق من نوع الحجر الكريم وعيار المعدن الثمين، بالإضافة إلى تقديم خدمة الختم بالوسم الرسمي للمعادن الثمينة لمختلف العيارات. طبعا احنا في المعرض هنا نقدم خدمة التأكد من وزن المصوغات على مرحلتين. المرحلة الأولى نتأكد من الوسيط الموجود وهو الميزان، وعلى أساس هاي الموضوع يكون عندنا مفتشين موجودين في المعرض يقدمون هاي الخدمة، بيحطون استيكر الوزارة، وزارة الصناعة والتجارة. اثنين، نتأكد من أوزان المصوغات بحيث انه يكون عندنا ميزان معياري موجود، مفتشين يفترون على المحلات ويتأكدون إذا كانت هذه المصوغات أوزانها صحيحة. بالنسبة للمعرض هنا نقوم بدور رقابي على معظم العارضين من حيث المعادن الثمينة، نتأكد من العيارات القانونية الموجودة في المعادن الثمين، وأيضا نتأكد من جودة الأحجار الكريمة ودرجة نقاوة الألماس. خدمة حكومية داعمة للمعرض تقدمها إدارة الفحص والمقاييس وضعت لتلبية طلبات الزوار والعارضين في التحقق من مصداقية المشغولات المباعة وتوعية الزوار والعارضين بمجموعة القوانين الرقابية والاشتراطات الفنية المطلوبة، وذلك لحفظ حق كل طرف من الأطراف خلال عمليات البيع والشراء. خدمة متميزة يقدمها معرض الجواهر العربية لزواره، تتمثل في فحص جودة القطع المعروضة للبيع ليتعرف المشتري على جودتها وقيمتها الشرائية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.